بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جه هنا بيتكلم على ان انا ازاي ابقى بيم مانجر، كيف اصبح مدير بيم، وما هو المنصب الذي يجب ان ابدا منه، مع العلم انني مهندس مدني واعمل حاليا في شركه مولاك كمهندس موقع في الامارات، ولكن نظام البيم غير مطبق بالشركه. طبعا انا بعرف استخدام الريفت والبروموفيرا والنفس وركس والى اخره. طيب جميل جدا، ازاي الواحد يبقى بيم مانجر؟ السؤال ده انا سالته قبل ما ادخل في المجال، وانا شغال بيم في الشركه. طب انا كنت الاول كنت شغال، لما كنت شغال كاد كنت انا كاد مانجر. طب ازاي ابقى بيم مانجر، ايه الفرق بين ده ودوت؟ تمام، فروحت سالت بعض الاخوه الافاضل، فكل مره لا 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 انسى ده مستحيل، يعني ما تفكرش في حاجه زي كده، ما تتعبش نفسك. تمام، دي يعني جينات وراثيه او حاجه، يعني ما تفكرش في حاجه زي كده. فرحت جبت كام كتاب كده في البيم مانجر وبيم مانجمنت، بدات اقرا فيهم، وربنا سهل ان انا قابلت ناس سهلت الموضوع، فهمت الموضوع عمل ازاي. دلوقتي بتلاقي كل الناس يكون خريج السنه دي وبيم مانجر. طب ازاي يعني؟ لازم خبره على اساس ان انت تدير الناس. تمام، لان اداره الناس او تحريك الناس نحو الهدف محتاج ان هم يثقوا فيك، وما يثقوا فيك من خلال ان انت مثلا اشتغلت كذا مشروع قبل كده وعرفت تديره صح. تمام، ما ينفعش يكون اول مشروع والناس هتثق فيا، الناس بتثق من خلال التجارب ومن خلال الخبره بتاعت الواحد. ف يعني من اول حاجه عند البيم مانجر ان هو يكون اشتغل بيم سبيشاليست، ما ينفعش واحد يبقى قائد وهو ما بقاش جندي، لازم يبقى جندي ويتلقى الاوامر ويطيع الاوامر ويعرف الاوامر بتيجي ازاي للواحد، بحيث ان هو يتقبلها، بحيث لما يبقى هو المدير يقدر يدي الاوامر بطريقه كويسه وبيقدر يدير الناس ويقدر يحقق الهدف. تمام، ف لازم يكون عنده خبره بالبيم، يعني قبل ما تبقى انت في اداره البيم لازم تبقى عندك خبره بالبيم. في شركه من الشركات الكبيره كنت رايح حد كورس، فالبيم مانجر بيقول لي عايزك في سؤال كده، فبقول له خير، قال لي هو ايه البيم؟ انا مهندس قديم في الشركه، وقال له هفتح قسم بيم وامسك ده البيم، بس انا ما اعرفش ايه البيم. ودي المشكله، يعني دي مشكله فعلا، ان مثلا واحد مدرس خبره كبيره فيقول له لا خلاص خش انت في الاداره وسيب التدريس، ما انا ممكن ما اكونش اعرف بدير. ممكن واحد مثلا خريج علوم يقول له خش انت درس، طب انا ما اعرفش، ما خدتش اساليب التدريس. تمام، فلازم يكون في ان كل حاجه ليها مهارات مطلوبه. تمام، طب ايه المهارات المطلوبه للبيم مانجر؟ المهارات اداريه، يعني لازم يكون بيعرف يدير الناس ويتحكم مع الناس ويتعامل مع الناس، ويعرف ازاي ياخد الشغل من الناس بطريقه كويسه من غير ما يخسر حد. ان هو يعرف يحضر اجتماعات ويعرف يتكلم معاهم، ويعرف يتكلم في الناحية التقنية، ويعرف يتكلم في الناحية المالية، ويعرف ازاي يتفاوض مع الناس. يعني المهارات الادارية دي لازم تتعلم. في بعض كتب البيم مانجر تلاقيه ما يفتحش اي سوفت وير خالص، هو كل اللي بيتكلم فيه ازاي تدير الناس وازاي تتعامل مع الناس، وازاي لو انت مثلا عايز تسليمة معينة تخليهم يخلصوها في وقتها، لو عندك واحد مثلا مش متقبل الاوامر او كسلي او في عيب معين ازاي تتعامل معاه. تمام، فموضوع الاداريه ده لازم يبقى موجود مع الجزء التقني، وممكن تكون انت الشركه شغاله ببرنامج انت ما مش خبره فيه، بس لازم تبقى عارف لو سالت فيه تعرف تجيب المعلومه منين. تمام، يعني مثلا انا لو كنت شغال ماجيك كيد، تمام، وده برنامج بيم بس مختلف تماما، لما رحت اشتغلت في الريفت القوائم اتغيرت، كان انا كنت شغال على قوائم قديمه. كان زمان القوائم بتاعت الريفت غير الريبون دي، كان بيبقى فيه فايل واديت زي كانك شغال على الوورد القديم اللي هو 97، فالوقت اتغيرت. فانا برضو لما بتعوز حاجه بتبدا تفكر هي المفروض تبقى موجوده فين. تمام، انا عايز اعمل احط صوره، احط صوره دي يعني انسيرت، فاخش على انسيرت ايمج هحط الصوره. تمام، فلما انا مثلا لما دخلت الاركيكات لقيت الموضوع سهل وجدا بسيط، مجرد يعني فاهم الفكره ومستوعب الفكره وفاهم ايه هو الكولبريشن وايه هو زي نعمل سيكولايزيشن، فبتبدا تتعرف عليه، فبتلاقي اختلافات بسيطه. الاختلافات دي
ممتازة، بتبدأ تشوف تتعامل معاها ازاي والحاجات دي كلها. تمام، فيعني نقدر نلخص الموضوع ان البيم مانجر لازم يبقى عنده معلومات تقنيه ويكون عنده خبره كويسه جدا في السوفت وير، بحيث ان اي حد يساله يقدر يساعده. البيم مانجر مش هيشتغل بايديه بس، لو حد عنده مشكله هيتدخل هو يعملها له. تمام، يعني فرض مثلا حاجه خاصه مثلا معقده شويه، مثلا الشكل الخارجي بتاع المبنى واخد كيرف معين وجاي كده وجاي كده وطالع كده بلا 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 بلا، يعرف يعملها، ما يقولوش انا مش عارف. تمام، لو مثلا بنتكلم على الام اي بي مثلا، في مشكله حصلت مثلا مش قادرين نحسب الاير فلو، يدخل يحلها. تمام، فلازم يكون هو خبره كويسه ويكون هو عنده قدره على حل المشاكل. ده كورس بيتدرس ازاي لو واجهتني مشكله احلها، بحلل العناصر الاوليه وابدا اتعامل معاها وابدا اشوفها وابدا احل الموضوع دوت. ويكون عنده قدره على الاداره، ويكون عنده قدره على التفاوض، ويكون عنده قدره على تحديد وتقدير الوقت والتكلفه. فكل الحاجات ديت لازم تبقى مدروسه كويس، بحيث ان تبقى انت عارف ايه اللي مطلوب منك بالظبط، تعرف منك ايه الحاجات اللي مطلوب منك، تكون دارس اكواد كود واحد حتى تكون عارفه كويس وشغال بيه، وعارف مثلا التسميات هتبقى عامله ازاي. ان انت هتخلي الناس تشتغل وهتقول له مثلا هنشتغل بالكود كذا والكود كذا بيقول كذا كذا كذا، فلازم تلتزم الحاجات دي، وتبدا كل شويه تشوف الموديل هل هما ماشيين بالاسماء ديت ولا لا. تمام، يعني في تشيك كده مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين، بحيث تتاكد ان الشغل بتاعنا سليم او في مشاكل او برضه من ضمن الحاجات اللي المفروض تعملها ان انت كل فتره تشوف برنامج جديد وتبدا تشوف ايه الفرق بينه وبين البرنامج اللي احنا شغالين عليه، فهل البرنامج الجديد ده هيحقق لي امتيازات ولا مش هيحقق لي امتيازات، وهكذا. اتمنى يكون الموضوع واصل، الموضوع مش صعب، اي حد هيجتهد هيوصل له. لو انت اي وظيفه او اي حاجه او اي بوزيشن، ابدا في موضوع البيم وخد خبرة كويسة، حاول تعمل مشروع كده مع اصحابك. ولو انت في دماغك موضوع البيم مانجر، حاول ان انت تدور على المشاكل وتحلها. يعني قول لهم يا اخوانا اي حد عنده مشكلة يقولها لي وانا هتفرغ وان انا احلها. تمام، وانت فلما بتصدم بالمشاكل اكتر بتاخد خبرة اكتر، فده بيأهلك ان انت تعرف تعمل سبورت، تبقى بيم سبورت. بعد فترة بعد البيم سبورت تبدأ بقى تبقى ايه، البيم مانجر او قائد السفينة اللي ان شاء الله ما تغرقش يعني زي التانيك.